طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهارده، ويمكن بقول الحمد لله، وكالعاده بنقول ثلاث نقاط مهمين، بنقول ثلاث نقاط مهمين، لكن باكد طبعا ان كنت متوقع ان مباراه النهارده يبقى فيها تركيز كبير جدا من فرقه انبي، وده طبيعي طبعا، منافسه في الدوري وكل الفرق محتاجه نقاط، وفي نفس الوقت حتى احنا محتاجين نقاط طبعا لهدفنا وهدف الحسم. لكن يمكن برضو بيتضاف لمباراه النهارده ان انبي كان عاوز يعمل برضو بطوله خاصه، اعتقد لازم يعني كان لازم من منطقي ان هو عاوز يعمل بطوله خاصه النهارده بالفوز او بتحقيق النتيجه، وده حقه طبعا. فعلشان كده كنت متوقع ان المباراه يبقى فيها نديه ومحاولات من انبي، ويمكن طبعا عدم تعزيز الهدف بتاعنا والفرص اللي ضاعت هو ده اللي خلى برضو المباراه تستمر الى الاخر ويبقى فيه نديه. طبعا بحيي فرقه انبي على ادائها، لكن بقول برضو يعني يمكن كان في محاولات بالذات عن طريق الكور الطويله وان هي تتلعب على الاطراف، ويمكن كان في البدايه انتشرنا في نص الملعب، كان في بعض برضو التعديل المطلوب وده اللي اتقال للعيبه، لكن اعتقد ان مفيش فرص واضحه خالص لفرقه انبي طول وقت المباراه. كان في تركيز كبير من اللعيبه، التمركز اللي كان بيتم سواء من المدافعين او من نص الملعب، وفي نفس الوقت كان في اوقات في تحولنا بشكل سريع طبعا عن طريق الاستحواذ او عن طريق الهجمات المرتده، اعتقد ان كان في فرص ممكن تحسم المباراه. لكن في النهايه طبعا ثلاث نقاط مهمين، بقول الحمد لله ان شاء الله بيقربونا لهدفنا بشكل كبير جدا، وتحت امركم جاهز. الحاجات دي في عيني انا مش شايف. لا مش انفعال، هو يعني هي بتبقى عمليه ان انت بيبقى في بعض الاحيان تون للاعب نفسه يعني بيخلي اللعيب مركز او متحمس شويه، هي عمليه تون مش لكن مش متعصب عليه، لكن انت بتقول بكماني ضيع فرص يبقى بكماني لعب بشكل ايجابي، برغم طبعا ان هو بيلعب على فترات نتيجه طبعا احنا عارفين ما ينفعش في الملعب الا ثلاث لاعبين، وسفر اجايين النهارده طبعا اداله فرصه برضه انه يبقى موجود. في نفس الوقت لابد اتكلم عن ميدو، فيمكن بنتكلم على عنصرين كان بقالهم فتره مش موجودين، لكن اللي بيسعدني برضه ان هم موجودين وادائهم من الاثنين اداء ايجابي، انا يعني برضه راضي بشكل كبير جدا عن اداء ميدو النهارده، والاهم طبعا ان انا راضي على اداء الفرقه والفوز بالثلاث نقاط، فده هو ده الاهم الحمد لله. تمام قول. الله يبارك فيك. لا مش حلول هجومية، خلي بالك خلي بالك، انت في فرص كتير رحت بيها، خلي بالك في حاجة النهاردة مساحة الملعب يعني برضو حطها في الاعتبار، دي مساحة الملعب النهاردة خدمت برضو فرقة انبي شوية، لان مساحة الملعب صغيرة فبتساعد الفرق في المساحات شوية بالنسبة لنا، لكن مش عملية ان صنع الفرص او كده، يمكن في اداء مختلف شوية يعني، لما بيبقى في عناصر لما بتغيب بيبقى الاداء فيه فعاليه، زي ما فيه فعاليه النهارده فيه ايجابيه، رحنا فرص كتير النهارده، لكن ممكن يبقى الاداء مختلف شويه، ويمكن المباراه كان فيها اوقات كتير او الريتم عالي قوي، كنت ساعات بنحاول وكان مطلوب ان انا استمر في الريتم العالي ده، لكن في اوقات طبعا كنت بطلب ان احنا نقلل الريتم بتاعنا شويه، لكن الريتم المباراه النهارده بالذات اطول اوقات المباراه كان الريتم بتاع المباراه عالي يعني. تمام؟